المعطلة هم الذين عطلوا النصوص التي تثبت صفات الله عز وجل. وهؤلاء المعطلة أشهرهم ثلاث فرق: الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. فعندنا الجهمية، فهؤلاء الجهمية لا يثبتون لا الأسماء ولا الصفات، فلا يثبتون لله عز وجل لا اسما ولا صفة. ومن ثم إذا قيل لهم إن هذا هو المعدوم قالوا إذن ليس بموجود ولا معدوم، فنقول وقعتم فيما هو أعظم الذي هو الممتنع. ومن ثم فإن تعطيلهم الأسماء والصفات أوداهم إلى أن يقولوا بمسألة الحلول، مسألة أن الله قد حل في كل مكان، وفي مسألة الاتحاد بأن الله عز وجل تعالى الله عن قولهم اتحد بكل شيء. ونحن نرد عليهم بأنه لا يمكن أن يكون هناك شيء موجود إلا وله صفة. فإذا قيل إن هناك ذاتا ليس لها صفة فنقول هذا هو المعدوم وليس هو الموجود. وأنتم تقرون بأن لله عز وجل ذاتا وأنه موجود، ولذا نقول القول في الصفات كالقول في الذات. فبما أنكم أثبتتم أن لله ذاتا فيجب عليكم أن تثبتوا له عز وجل صفات. ثم إن هؤلاء الجهمية قد فتحوا على أنفسهم بابا آخر في باب الإيمان، فقالوا إن الإيمان هو معرفة القلب، فإذا كان القلب يعرف الله فهذا هو الإيمان. فنقول لهم على قولكم هذا إبليس هو عارف لله عز وجل، ولذا أقر بأن الله عز وجل هو الخالق، قال خلقتني من نار وخلقته من طين. قالوا إن إقراره في قلبه ليس صادقا، فإن معرفته لربه عز وجل يكون غير صادق. وهذا من المزلات التي أوقعتهم بسبب بعدهم عن النصوص. الفرقة الثانية وهي المعتزلة، والمعتزلة يثبتون الأسماء ولا يثبتون الصفات، يقولون هو عزيز بلا عزة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. فيقال لهم إن هذا مما يأباه العقل وتأباه الفطرة واللغة فضلا عن الشرع، فإنه لا يمكن أن يقال ولله المثل الأعلى في إنسان بأنه سميع إلا لأنه يسمع، وإلا فهذا قدح في العقل. فكيف يقال لإنسان بأنه عالم وليس بذي علم؟ هل هذا هو العقل؟ ليس هذا هو العقل. لا يمكن أن يسمى الشيء باسم إلا وله صفة. ولذا قلنا لكم إن من طرق إثبات الصفة أن تؤخذ من الاسم. وهؤلاء المعتزلة يختلفون عن غلاتهم، فغلاة المعتزلة ينكرون حتى الأسماء فيكونون كالجهمية، وأما الأشاعرة فإنهم يثبتون الأسماء ولا يثبتون من الصفات إلا سبعة مجموعة في قول القائل: حي عليم قدير والكلام له إرادة كذاك السمع والبصر. فعندهم الحياة والعلم والقدرة والكلام والإرادة والسمع والبصر، ويقولون إن دليلنا على هذه هو العقل ليس الشرع. فيقال لهم بأن الشرع أثبت ذلك فوجب عليكم التسليم في بقية الصفات. ثم لو جعلتم هذا العقل هو المحكم لحصل لكم ما يناقض هذا. كيف؟ أنتم تقولون لا نثبت المحبة لأن فيها ميلا، وإذا كان هناك ميل فلا يصح أن يوصف جل وعلا بهذه الصفة، لأن الميل لا يكون إلا من المخلوق. نقول أيضا الإرادة، الإرادة فيها ميل، فلماذا أثبتتموها؟ فإما أن تقولوا بمثل ما قالت به المعتزلة فتنفون الصفات كلها، وإما أن تكونوا على معتقد أهل السنة والجماعة وإلا وقعتم في التناقض. ثم إن هؤلاء مع إثباتهم لهذه الصفات لا يثبتونها كما يثبتها أهل السنة والجماعة. فمثلا الكلام يثبتونه، لكن عند أهل السنة والجماعة يثبتون الكلام لله عز وجل بأنه حروف ومعاني، وأنه مسموع، وأنه بصوت،
وأنه يتكلم متى شاء وأنه لا يزال متكلما جل وعلا. أما هؤلاء فإنهم يقولون إن الكلام لله عز وجل هو كلام معنوي نفساني، فيكون ما سمعه موسى عليه الصلاة والسلام شكاية أو عبارة عن كلام لله عز وجل خلقه من أجل أن يعبر عما في نفس الله عز وجل. ولذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله في بيان تناقض هؤلاء، قال: القول في بعض الصفات كالقول في بعض. إذا أثبتتم يا أيها الأشاعرة أن لله سبع صفات، يجب عليكم أن تثبتوا بقية الصفات. وقد قال رحمه الله كما في الفتاوى، قال: إن المعتزلة مخانيث الجهمية، والأشاعرة مخانيث المعتزلة، وذلك لأن المخنث بين بين، فالمعتزلة لم يكونوا مثل الجهمية، والأشاعرة لم يكونوا مثل المعتزلة، فهم في اضطراب وتناقض. وسبب ضلال هذه الفرق أنهم لم يحكموا النصوص، وإنما نصبوا أنفسهم حكاما على النصوص، فيقبلون منها ما يوافق أهواءهم، ويضعفون منها ما لم يوافق أهواءهم، من ثم وقعوا في الضلال. وذلك لأن العقل لا يمكن أن يكون دليلا لوحده، ولا سيما فيما يتعلق بخبر الله عز وجل أو خبر رسوله صلى الله عليه وسلم في الأسماء والصفات. وذلك لأن العقل يتفاوت من شخص إلى آخر ومن فئة إلى أخرى، فأنت ما تراه حسنا يراه غيرك قبيحا. فإذا كان هذا العقل غير منضبط بين الناس، كيف يجعل حكما في النصوص التي أخبرت عن أسمائه جل وعلا وصفاته؟ ومن ثم فإن نصوص القرآن يحرفونها، فلا يستطيعون أن يردوا شيئا منها، وذلك لأن القرآن ثبت بالتواتر، فلا يمكن أن يقدحوا فيه، فيكون سبيلهم في نصوص القرآن أن يحرفوها. لا نقول إنهم يؤولونها، لأن التأويل كلمة حسنة، والتأويل أنواع، منه ما هو حسن ومنه ما هو قبيح، لكن يقال يحرفونها. ولذا عبارة شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية قال: بلا تحريف، ولم يقل بلا تأويل، وذلك لأن التأويل منه ما هو مقبول. ولذا هم يقولون تأويلها كذا، ولا يقولون تحريفها كذا، لأن التحريف كلمة تمجها الأسماع ولا ترضى بها، فهم عند نصوص القرآن دأبهم التحريف. وأما في نصوص السنة الثابتة في الصحاح كالبخاري ومسلم، فيقولون إنها خبر آحاد، وخبر الآحاد لا يقبل في العقائد، يقبل في الفروع، يقبل في الزكاة، يقبل في الصوم، الصلاة، نعم، أما فيما يتعلق بالعقائد فلا. من ثم فإنهم نصروا القول بأن خبر الآحاد لا يقبل في العقائد، بل يردونه. قال تعالى: فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. يريدون أن يعتمدوا على عقولهم فأضلتهم عقولهم، وذلك لأن هؤلاء سواء الجهمية أو المعتزلة أو الأشاعرة ما عملوا هذا إلا لأنهم قاسوا الله عز وجل بخلقه. يقولون: لو أثبتنا له السمع أثبتنا له جارحة، لو أثبتنا له كلاما أثبتنا بأن له لسانا وشفتين، وهذا من البطلان ومن الضياع، لأنه جل وعلا قال: ليس كمثله شيء فهو السميع البصير. قال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. قال تعالى: ولله المثل الأعلى. ولذا الواجب على المسلم أن يقف حيث وقفت النصوص وحيث وقف السلف رحمهم الله. ولذا يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا.